أعلنت قيادة عمليات كربلاء دخول الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة الأربعينية حيز التنفيذ. وقال الناطق باسم قيادة العمليات العميد فاهم القريطي لوكالة الأنباء العراقية أن الخطة تتضمن انتشار القطعات العسكرية على محاور المحافظات المجاورة لكربلاء بهدف تأمين الحماية اللازمة للزوار. شركة المنتجات النفطية في كربلاء باشرت بتوزيع مادة الغاز والنفط الأبيض على المواكب الحسينية في المحافظة لمساهمة في الجهود التي يبذلها المواطنون لزائري أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. لم تمنع جائحة كورونا أصحاب المواكب الحسينية من تقديم الطعام والشراب والخدمة للزائرين. هذه الخدمة تحتاج إلى توفير جميع المشتقات النفطية لاستمرار عمل المواكب في زيارة الـ20 من صفر. عندنا 3 وجبات أكل يومية، يعني الريوق والغداء والعشاء، زين؟ ويعني باقيين من هنا حتى ورا الـ40 كل سنة نبقى محرم وصفر، زين؟ والخدمات مثل ما أنت تشوف خير من الله. الغاز والنفط والهذا همتي ما شاء الله كلش متوفر يعني. نوزع عندنا يومية بالغداء وجبتين، وجبة تبسي ووجبة فاصوليا مثلا، والوجبة العصر تمن وقيمة، الكباب عندنا بالليل، والمؤسسات الحكومية اللي موجودة الحمد لله وشكر مثلا المشتقات النفطية جهزونا بالنفط الأبيض بالسعر الرسمي. شركة توزيع المنتجات النفطية فرع كربلاء ساهمت مساهمة فعالة بتوفير النفط الأبيض وزيت الغاز لمساعدة أصحاب المواكب والأهالي على تحضير وجبات الطعام خدمة للزائرين الوافدين. تجهيز المواكب والهيئات الحسينية بكافة المنتوجات بما فيها منتوج النفط الأبيض وزيت الغاز والغاز السائل. طبعا النفط الأبيض يحتاجون المواكب والهيئات للأفران والمخابز، وأيضا زيت الغاز لأفران المخابز اللي تعمل بزيت الغاز، بالإضافة إلى المولدات اللي تابعة لهيئات المواكب. وتستمر المؤسسات الحكومية بدعم أصحاب المواكب الخدمية لتقديم الطعام والشراب على مدار الساعة خلال زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. من كربلاء المقدسة حسن المحنة، العراقية الإخبارية.